جيل بيسلم جيل لتبقى راية الأهلي دايما مرفوعة. اليوم قناة الأهلي تتصدر المشهد في الإعلام الرياضي كصاحب المركز الأول في جائزة ذا بيست. السنة اللي فاتت كانت قناة الأهلي أيضا في المقدمة وتسلمت جائزة وشوشة كأفضل قناة رياضية. نفكركم عشان تطمنوا وتتأكدوا، هكذا الأهلي وهكذا سيظل النادي والقناة. قناة الأهلي بفضل ثقة حضراتكم ومتابعة حضراتكم وشعبية الأهلي وجماهيريته الكبيرة، ألف مبروك لزميلنا هواند سري في جائزة وشوشة، فازت بأفضل مقدمة لبرنامج صباحي. وطبعا قناة الأهلي فازت بجائزة أفضل قناة رياضية، وده بيأكد يا جماعة الأداء الرصين والأداء المسؤول والأداء المهني والأداء المنضبط والأداء المرتكز على ثوابت مهنية لا تتغير بيلاقي هذا التقدير. ألف مبروك لنهواندو، ألف مبروك لأسرة القناة. الزميل العزيز الأستاذ إيهاب الخطيب قبل ما طبعا تحدث وفاة والده النهاردة كان قد حضر لاستلام هذه الجائزة. نشوف هذا التقرير. أجواء حلوة، أنا دايما بحب استفتاء وشوشة لأنه دايما الأفضل يبقى الأفضل عربيا، كمان في تصويت جمهور، وإحنا طالما حاجة فيها جمهور بالرغم على جمهور النادي الأهلي دايما بيحطنا في المقام رقم واحد، لكن إحنا نتمنى إننا كقناة نبقى رقم واحد عند جمهور النادي الأهلي فعلا. جمهور النادي الأهلي قلبا وقالبا في ظهر قناته. طبعا أكيد بستغل يعني النجاح النهاردة وإن إحنا أفضل قناة رياضية. أنا ألتقط جملة مهمة جدا من كلام الأستاذ إيهاب وكلام حتى الأستاذ هشام عندما ذكر جماهير الأهلي التي عندما تراهن عليك أو تراهن عليها هي اللي بتنصفك. أي شيء له علاقة بالجماهير اعرف أن الأهلي سيكون الأول دائما. استفتاءات في المكانة، أنت لسه مخلصين أحسن نادي في الشرق، أحسن نادي على مستوى العالم باستفتاءات جماهيرية، ده دليل قوة جماهيرك وحجم الجماهيرية بتاعتك اللي محدش يقدر يفاصل فيها ولا يقدر عليها. كمان لما تخش في الإقبال الجماهيري سواء بيعمل لك أعلى رعايات أعلى قيم بث تلفزيوني، كل وسائلك عندما تطرح في استفتاءات تحصد المركز الأول، وده اللي أنا بقوله، سيظل الأهلي دائما صانع الحدث ومرادف النجاح. ده كان في يعني احنا بنتكلم تفوق في 24، صدارة كمان في 23، في 22 كان الاستفتاء لقناة الأهلي أفضل قناة رياضية عربية في احتفال مهم جدا كان في مهرجان الفضائيات العربية 2022، وكانت الأهلي الشاشة الأولى. اي حاجه فيها الاهلي تبقى شاطره وتبقى صح. جمهور النادي الاهلي اي لاف يو، لان انا اهلاويه جدا 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 وماسكه المايك ولونه احمر وانا اهلاويه من زمان قوي. هقول ايه، الاهلي يعني ما اقدرش، الاهلي واحد بس، الاهلي اونلي وان. الاهلي عايزه ايه؟ الاهلي يا فندم. انا اهلاوي يعني ومن عيله اهلاويه. دوري وكاس اهلي اهلي. ان شاء الله ناخد الدوري السنه دي وناخد كل البطولات كالعاده يعني. اللون ده له في قلبي مكانه كبيره قوي. استفتاء المرة دي إقليمي أوسع بقى، وما كانش في الرياضة بس، واضح إن كان في الفن وفي قيم أخرى. استطاع النادي الأهلي أن يفرض وجوده وأن يرسم البسمة على وجوه مش الرياضيين، حتى أهل الفن سمعنا احتفائهم بهذا الفوز.
وده يا استاذ ابراهيم بيقول لك برضو انت نجاح عابر الحدود. ما في سنه بتعدي على الاهلي بدون بطوله، وما في سنه عدت على شاشه الاهلي بدون جايزه. في 2021 كانت الاهلي ايضا في المقدمه. جائزة أفضل قناة رياضية لسنة 2021. خطيب رئيس القناة. طبعا دايما متعودين في النادي الاهلي اننا نكون رقم واحد، فمش بعيد على قناه الاهلي انها تكون رقم واحد. شكرا لجمهور النادي الاهلي، شكرا مجلس اداره النادي الاهلي، شكرا مجلس اداره استادات، شكرا شركه لايف، وكل الشكر طبعا كل الشكر لمستر علاء الكحكي واحمد الهواري، وشكرا والاهلي دايما رقم واحد. وهكذا الامر متوارث ومتوالي. واعتقد يا استاذ ابراهيم لو عايزين ناخدها سنه سنه، كل سنه من سنوات القناه حاجه بتشاور على الاهلي ان هو رقم واحد من اول انطلاقه القناه وتطورها المستمر والامال التي تعقد الان بعد الاضافه القويه بدخول اعلامي كبير زي كابتن احمد شوبير، وتحت زي ما قلت لك إشراف شاب جريء ومقتحم ولا يعرف إلا النجاح، فوجد ضلاته في الارتباط أول مرة يخوض تجربة مع قناة إعلامية ورياضية تحديدا. يعني يلاقي هذا النجاح السريع مبروك لنا كلنا، وكل التوفيق فيما هو قادم لإدارة القناة ولنادي الأهلي طبعا ولجماهيره صانعة الحدث مرادف النجاح. وفي 2020 كانت جائزة أخرى كبيرة، الأهلي أفضل قناة رياضية عربية في مهرجان الفضائيات العربية. نهاني تحياتي لحضرتك وتحياتي كابتن أسامة عراض كابتن عادل، تحياتي لكل جماهير النادي الأهلي. مبروك يا بوكسر، مبروك مبروك علينا كلنا، مبروك علينا كلنا، مبروك على منظومة الأهلي، مبروك على منظومة قناة الأهلي، مبروك على منظومة شركة لايف اللي بتدير قناة الأهلي، الشركة الكبيرة العملاقة، الشركة الوطنية الكبيرة اللي عاملة مجهود كبير جدا جدا جدا. والحقيقة الجائزة دي جائزة جماعية زي جائزة الفريق الجماعي، لأن كلنا في شركة لايف بنتعامل بشكل جماعي، وده نتيجة العمل الجماعي. مفيش حد بنخص بيه الجائزة دي مخصوص، لكن هي الجائزة دي تعبنا كلنا وشقانا كلنا ومجهودنا كلنا. والجائزة دي يمكن أول مرة قناة رياضية تدخل تاخد الأرقام الكبيرة جدا لاستفتاء كان قوي جدا على مستوى الوطن العربي. مهرجان الفضائيات العربية النهارده كان بيكرم يعني نجوم كبيرة جدا جدا في مجال الفضائيات والرياضة والفضائيات، وبالتالي لما تكون قناة النادي الأهلي الأفضل عربيا ده لقب كبير جدا ومسؤولية كبيرة بنحطها على عاتقنا في المرحلة المقبلة. لسه بنقول اللي قناه الاهلي فيه وده من شركه لايف، لسه في امور كثيره جدا بفضل الله في المرحله الجايه. لازم نوجه الشكر لادارتنا العليا في شركه لايف، طبعا بخص كمان الاستاذ محمد كامل والاستاذ محمود عدلي. النهارده الاستاذ محمود عدلي المدير التنفيذي لشركه لايف هو اللي استلم الجائزه نيابه عننا كلنا وعن شركه لايف. مبروك لكل مشاهدي قناه الاهلي، مبروك للعاملين في قناه الاهلي، مبروك علينا كلنا. صفحه
ومن اول السطر، وان شاء الله في انتظار اعمال اخرى وجوائز اخرى. مبروك علينا كلنا كابتن.